بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وموضوع هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام سوف يكون للكحول ومنافعه لأمراض العين. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، حياكم الله سماحة الشيخ العزيز، الله يحفظكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سماحة الشيخ، الله يحفظكم إن شاء الله. سماحة الشيخ، ما هي فوائد الكحول بحسب روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ نعم، من جملة العلاجات المهمة للعين المنسية في هذه الأيام يعني هو الكحول، بينما لا ترى لهذا العلاج من أثر في طب الحديث. يعني الآن ماكو أحد من الأطباء في طب الحديث يوصي المشاهد الكريم يوصيهم بقضية الكحول أبدا. ولهذا أنت تأتي إلى روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يؤكدون تأكيدا بالغ في قضية الكحول. إذا أهم من ذلك كله، يعني من ذلك كله يعني في قضية التأكيد الآن على جانب، إنما نقول أن الكحول هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من السنة المنسية في زماننا هذا. يعني الآن إذا أنت تجي رجل مثلا يخلي كحول، الناس تعيبه على هذا العمل ويرمونه ما أعرف بصفات النساء، يقول لك أن هذا الكحول هو خاص بالنساء، وكيف أن الرجل يضع على عينه مثلا الكحول. بينما نقول أن هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد أن نؤكد على المشاهد الكريم في قضية الكحول وأن لا ينسى هذه السنة، حيث أن في هذه السنة منافع كثيرة. الآن هناك توجد رواية من الإمام الرضا في كتاب المكارم الأخلاق، هناك يذكر الإمام الرضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكتحل، إشارة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن مثلا نفس الوضع، لا، إنما هو من سنن رسول الله. والذي يحيي سنة رسول الله الذي له إيمان بالآخرة. صحيح. ولا كيف أن الإنسان يمشي على ضوء ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه يؤمن بالله وباليوم الآخر؟ أكيد. ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضية الكحول، ولهذا الرسول الأكرم كانت من سنته هذه. حينما نأتي إلى فوائد الكحول للعين في روايات أهل البيت، نرى ما نرى من العجائب في فوائد الكحول. مثلا الكحول أمان من الماء، تقول لي بيا ماء، لأن بعض الأحيان ينزل على العين الماء الأبيض. صحيح. وبعض الأحيان ينزل على العين الماء الأسود. نعم. وهو هنا يقول روى الصدوق بسنده عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال الكحل عند النوم أمان من الماء، ولم يحدده بالماء الأبيض أو ماء الأسود، إنما قال بالماء. يعني هم هو أمان للماء، نزول الماء الأبيض، وهو أمان لنزول الماء الأسود. بعد من جملة القضايا التي ينفع الكحل لها للعين، الكحل ينبت الشعر. الآن ممكن تقول لي ينبت شعر الرأس أم أشفار العين، رموش العين؟ ظاهرا أنها تنفع لرموش العين. البعض الناس يشوف أن ما عنده رموش، يعني قلة شعر في أطراف العين بالرموش. صحيح. قليل عند رموش، ولهذا إذا يريد يقوي هذا الشعر وينبت أكثر الشعر في أطراف العين فليكتحل. وذا روى الصدوق بسنده، في رواية أخرى بالنسبة إلى ذاك الذي قلت لك بالنسبة أمان للماء، الكحل عند النوم أمان من الماء، الكحل ينبت الشعر. روى الكليني في الكافي مجلد السادس أن الكحل ينبت الشعر، يعني ينبت شعر الأشفار العين. نعم. أو تأتي في طب الأئمة، الكحل يزيد في ضوء البصر. ما
شاء الله. يزيدك في ضوء البصر وبعد وينبت الأشفار. إشارة إلى إنبات الشعر يعني إنبات الأشفار أطراف العين. بعد من جملة الأمور النافعة في قضية الكحول قضية أنه يعذب ماء الفم أي ماء الريق. نعم. لذا أنت بعض الناس يحس بريجة مرورة. مرورة نعم. بعض الناس يحس بريجة نوع من الملوحة. صحيح. يعني الريج ماله ما هو طبيعي. هذا يدل على أن هناك ازدياد بعض الأخلاط إما الغليظة إما الخلط الصفراء يزيد عند الإنسان ويزداد المرورة. يعني إذا المشاهد الكريم أول الصبح يوم اللي يجلس ويشوف أن ريجه مر هذا يدل على أن خلط الصفراء يعني شنو يعني الحرارة والجفاف صاعد عنده. نعم. ولهذا عليه أن يستخدم الأشياء الباردة حتى هذا مرورة الريج تروح عنه. إذا يحس بملوحة في ريجه هذا يدل على أن خلط السوداء زاد عليه يعني البرودة والجفاف عليه بالأشياء الحارة والرطبة كالعسل كالحبة السوداء. إذا يحس حلى في ريجه يحس نوع من الحلى أول ما لا ماكل حلويات لا شيء لكن الصبح يجلس كأنما يحس نوع من الحلى بالريج هذا يدل على أن الحرارة والرطوبة قد صعدت عنده. صحيح. ولهذا عليه بتكثير الأمور الباردة والجافة حتى يقلل من الحرارة ويرتاح من هذه الحالة الطعومات اللي تجي في ريج الإنسان. نعم. الآن من الأمور اللي تعذب هذا السسمة تعذب هذا الريق هي قضية الاكتحال. ولذا ورد عن الكليني بسنده عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال الكحل يعذب الفم في رواية أخرى يعذب الريق يصير عذب وله طعم جيد في فم الإنسان فإذا هذه الأمور وبعد يعينك على طول السجود ما شاء الله يعاونك على طول السجود روى الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام أن الكحل يعين على طول السجود أحسنتم بارك الله بكم هاي النقطة سماحة الشيخ يعينك على طول السجود نعم يعني شنو الرابط بين الكحل والسجود سماحة الشيخ قد يسأل سائل نعم هذا السؤال ممكن يجي على البال أكيد طبعا فكأن طول السجود يورد بعض الضغط على العين يعني فتتألم ويعجز الساجد ويرفع رأسه يعني إذا الإنسان أكو ضغوطات بعينه عنده ألم بعينه ما يقدر يكمل سجوده وينحرم من فوائد السجود الآن خلنا نجي إلى فوائد السجود حتى يأيدني المشاهد الكريم يقول عجيب أي فوائد تفوت عنا إذا لا نطيل السجود لأنه ما يقدر أكو مشاهد كريم يعني أكو ألم بعينه كل ما يريد يطول السجود ما يقدر لأن ضغط يجي على العين أو آلام توجد في رأسه ولهذا لا يستطيع أن يطيل السجود ولهذا عندما نأتي إلى السجود السجود يربط الإنسان بالله الذي هو مركز القوة والخير والبركة لهذا ورد التأكيد على السجود في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يعني من صفات الإنسان المؤمن هي قضية السجود ولذا قال الإمام الصادق سلام الله عليه السجود منتهى العبادة من بني آدم منتهى العبادة من بني آدم وعن الرضا أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وهو ساجد وذلك قوله تبارك وتعالى واسجد واقترب يعني حينما الإنسان يسجد يقترب إلى الله خش ولذا ورد في رواية رسول الله قال إذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الله الواحد القهار بالأخص إذا كان السجود على تربة الإمام الحسين سلام الله عليه ولذا عن الصادق قال السجود عليه الصلاة والسلام السجود على تربة الحسين عليه السلام يخرق الحجب السابع ما شاء الله يعني كناية على أن الإنسان يتقرب إلى الله الله تبارك وتعالى يتقبل عمل الإنسان حينما يسجد على تربة الحسين لأن تذكرك هذه التربة بالتضحيات تذكرك كيف إنسان يقدم أثمن ما عنده إلى الله تبارك وتعالى الآن نحن عندما نأتي إلى السجود قلنا أن السجود الإنسان يتصل به إلى الله تبارك وتعالى ما فوائد السجود من حيث الصحة إحنا نريد نقول أن الكحول
يعينك على طول السجود لكي تحصل على الفوائد المعنوية والمادية. أي فائدة توجد في السجود؟ حتى نؤكد على قضية السجود من حيث سلامة البدن، ولهذا حينما يكون العبد متقربا إلى الله في حال السجود هذا يسبب تقوية الروح، وتقوية الروح هي تقوي جسم الإنسان، كما أن الروح تستقوي بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى، كذلك بتبعية تقوية الروح الجسم المناعة تصير قوية. ولهذا إذا ازدادت المناعة عند الإنسان أقل يتمرض، يعني تتراكم أقل الأمراض عليه، بالأخص الأمراض الخبيثة. لهذا إحنا نأكد على هذه القضية، إذا تريد ما تبتلي بالأمراض المستعصية، بالأمراض الخبيثة كالسرطان نستجير بالله، نقول عليك بطول السجود، لأن في السجود فيه فوائد كثيرة. مثلا أولا آلام الرأس يفيد لآلام الرأس، بالأخص الناشئة من البرودة. تقول لي شنو ربط السجود بالآلام الرأس؟ لأن حينما الإنسان يسجد الدم يتكاثر في رأس الإنسان، صحيح، جريان الدم أكثر يكون عند رأس الإنسان، وتعرف طبيعة الدم حار ورطب، وآلام الرأس إذا كانت من قبل البرودة الدم هناك يجري أكثر فيرفع آلام رأس الإنسان. خلي يجربها قضية المشاهد الكريم، إذا شاف رأسه مأذي وسببه من البرودة خلي شوية يسجد، يطيل بالسجود يشوفه شلون يرتاح، صحيح. وبعد من الأمور التي النافعة من السجود في السجود قضية رفع الكسالة. الإنسان حينما الدم يجري في دماغه أكثر تجي له نوع حالة من النشاط، كل ما ازداد بالسجود تجي له حالة النشاط أكثر. وبعد ضعف الذهن والحافظة، مانع عن ضعف الذهن والحافظة، لأن سبب قلة الحافظة منين تجي لك؟ من كثرة الرطوبة والبرودة. كلما ازداد جريان الدم في مخ الإنسان في دماغ الإنسان شو السبب يصير؟ يرفع عنك الرطوبة والبرودة، وهذا ما يزيدك حفظا. بعد من الأمراض الروحية يرفع الأمراض الروحية مثل الهم والغم، لأن الهم والغم منشأه في دماغ الإنسان، يبدأ يفكر الإنسان يكون مهموماً مغموماً على مسألة، ولهذا حينما الإنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى وهذه أفضل الحالات يشوف الإنسان يرتفع همه وغمه من حيث الصحة الجسدية، وحيث أنه يتكهرب من قوة الله من بركات الله من خير الله تبارك وتعالى. وبعد تدفع عنك طول السجود قضية السكتة الدماغية، لأن السكتة الدماغية تجي على انسداد في دماغ الإنسان، صحيح. إذا صار انسداد في دماغ الإنسان والدم لا يستطيع أن يتحرك، وإذا أنت تشوف لحظات تشوف أن هذا يبتلي بسكتة الدماغية. ولهذا عندما الإنسان يطول أكثر السجود، يعني ما أخذ طبيعة عادة عنده أنه يطول بالسجود، دائما جريان الدم موجود في دماغه، ولهذا تراه أنه لا تقع هناك سدة لكثرة ما يجري هناك الدم على الدوام، أبدا سدة لا تقع في دماغ الإنسان، والإنسان لا يبتلي بقضية السكتة الدماغية. وبعد عدم إيجاد الغدد السرطانية في رأس الإنسان، لأن هذه غدة سرطانية تجتمع من البلغم أو تجتمع من قضية السوداء، حينما جريان الدم كثير يكون في دماغ الإنسان فإذا تراه أبدا هذه الغدة السرطانية أبدا لا تتشكل في رأس الإنسان. أنت شوف أن الغدة السرطانية ما تجي لك في ليلة واحدة، شوية رسوبات يجن تجتمع 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 إلى أن تتبدل إلى غدة سرطانية نستجير بالله. ولهذا حينما أنت تكرر السجود وتطيل في سجودك جريان الدم يكون أكثر في ذهن الإنسان في دماغ الإنسان، وترى أن هذه الرسوبات لا تلتم في زوايا من زوايا الدماغ ويبتلي الإنسان بالغدد السرطانية. بعد من فوائد السجود خروج الشحنات الكهربائية، هاي الشحنات الكهربائية الزائدة في الجسم، وأفضل حالة أن لخروج هذه الشحنات الكهربائية التي توجد في بدن الإنسان أن الإنسان يكون ساجدا على التراب ويكون متوجها إلى مركز الأرض وهي الكعبة، إلى مركز الأرض
وهي الكعبة والإنسان، وأفضل حالة أن الإنسان مرتبط بالله، وإذا هذه الشحنات الكهربائية الزائدة في بدن الإنسان تخرج من بدن الإنسان بواسطة السجود. ولهذا نقول إذا أردت الإعانة على طول السجود عليك بالكحول. أحسنت الله يحفظك، بارك الله فيك، موفقين مؤيدين إن شاء الله. نطلع فاصل إن شاء الله، إن شاء الله عبال المشاهدين فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، نعود وإياكم لنكمل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. حياكم الله سماحة الشيخ، الله يحفظك، مؤيدين موفقين إن شاء الله، خدمتكم عزيز، الله يحفظكم إن شاء الله. سماحة الشيخ عندكم نقط إن شاء الله راح تكمل. نعم، في استمرار أنه الكحل، فوائد الكحل ما هي؟ نعم، أولا أنه كما قلنا أنه يعينك على السجود، من بعد المرتبة الأخرى يجفف الدمعة. يعني فبعض الناس يعني شوفوا أن دائما عيون الدمع، صحيح، هاي علامة ضعف العين. إذا شفت على الاستمرار العين بها دمعة يعني فيها رطوبة وبرودة، والرطوبة والبرودة تضعف العين، وأفضل علاج لهذه الرطوبة والبرودة، مع أكو علاجات أخرى توجد لقضية تجفيف هذه الدمعة، لكن الآن كلامنا في قضية الكحول. لذا ورد أن الكحل، روى الكليني وغيره أن الكحل يجفف الدمعة، يعني عليك بالكحل حتى هاي الدمعة، إذا جفت الدمعة عندك يرتفع الضعف من البصر، يرتفع الضعف والآلام من البصر. فإذا المقصود من كثرة الدموع يعني هذا الذي يكون بسبب مرض في العين، وإلا العين العادية ما تدمع كثير، دموع عندها كذا، هذا يدل على أن في العين يوجد نوع من الضعف. الشيء الآخر الذي يقوي البصر من فوائد الكحول أنه يقوي البصر، جاء في طب الأئمة عليهم السلام عن أبي عبد الله عليه السلام، الكحل يزيد في ضوء البصر، يعني جدا نافع 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 لقضية ضوء البصر. فإذا عليكم بالكحل، لا تتركون الكحل رجالا ونساء. بارك الله بكم، أحسنتم سماح الشيخ. سماح الشيخ، الكحل بماذا يفضل أن نكتحل؟ هل هناك أنواع من الكحول يعني مفضلة؟ نعم، يوجد أنواع من الكحول، لكن أفضل الكحول اللي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يأكدون عليه هو الكحول الحجر المسمى بالإثمد، وهذا الكحول هو نوع من الأكحول الأصيل، يعني الذي يتم استخراجه من حجر الإثمد الموجود في إصفهان والمغرب والشام، وله فوائد عظيمة في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. يعني فإذا أفضل الأكحل اللي الإنسان يقدر يستخدمها قضية الكحل الإثمد، يعني معروف عند العطارين هذول العطاطرة، ممكن تروح تقول له انطيني كحل إثمد، يعطيك شيء من كحل الإثمد، وهو جدا نافع لقضية العين كما ذكرنا خصوصيات هذا الكحل. قال الإمام الباقر عليه السلام، الاكتحال بالإثمد يطيب النكهة، أن الإنسان حينما يكتحل بالإثمد يطيب رائحة الفم، وبعد ويشد أشفار العين، هاي أشفار العين يشدهن ويقويهن ويكثرهن. نعم، ولذا عندما تجي إلى فوائد كحل الإثمد، يعني إحنا تكلمنا على فوائد الكحل بصورة مطلقة، نعم، قلنا الكحل إلى هكذا فوائد، الآن أكو بالخصوص فائدة لمن؟ فائدة لكحل الإثمد. تجي إلى، جاء في الرواية في الكافي المجلد السادس عن أبي عبد الله عليه السلام، من نام على الإثمد غير ممسك، يعني غير هذا الإثمد يكون مو مخلوط، بعضهم يخلطونه بيش، يخلطونه بالمسك،
حتى تصير رائحة طيبة به. يقول كن مو مخلوط بشيء الإمام سلام الله عليه، أمن من الماء الأسود أبدا ما دام ينام عليه. ما دام الإنسان يتكحل أبدا عيونه ما ينزل عليه الماء الأسود، ما دام يتكحل في قضية كحل الإثمد أبدا عينه لا ينزل عليها الماء الأسود، وكذلك الماء الأبيض. كذلك أنه من منافع كحل الإثمد هو يذهب بالقذى، شايفنا في بعض العيون تصير فيها نوع من القمص والرمص الشيء بالأخص عند الأطفال. نعم. يتبين أن هذا فيها في عينه خلة، نوع من الضعف موجود اللي تلتم الأوساخ، وهذا بتبعه تأتي الجراثيم وتأتي الميكروبات تلتم هناك ويسبب التهابات للعين. فأفضل علاج لهذه الحالة بالأخص عند الأطفال اللي يلتم الرمص والغمص، ورد عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عن رسول الله عليكم به فإنه مذهب للقذى مصفاة للبصر. هم الأوساخ اللي تلتم حول العين يوخرهن، وهم يصفي البصر يعني يحد النظر يخلي البصر يجلو، يستطيع الإنسان يزداد نور البصر. بعد جاءت في رواية كتاب دعائم الإسلام المجلد الثاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أعرابي يقال له فليت وكان رطب العينين. شوي التفت لي، رطب العينين يعني هذا اللي دائما عيونه يكتل بالدموع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرى عينيك رطبتين يا فلان، أشوف عيونك رطبات. قال نعم يا رسول الله هما كما ترى ضعيفتان. يعني الرطوبة إذا زادت في العين يدل على ضعف العين، أي علامة من ضعف العين. ولهذا قال عليك الرسول الأكرم قال له صلوات الله وسلامه عليه قال عليك بالإثمد فإنه سرجين العين، وفي رواية سراج العين. ممكن تقول سرجين، ممكن إشارة، ممكن أكو تصحيف صاير بالرواية، وممكن أن إشارة إلى السرجين، لأن يوجد أجلكم الله في قضية سرجين الحمار، الحمار الأنثى يعني أنثى الحمار. نعم. أكو منافع طبية عجيبة ما شاء الله في قضية سرجين الحمار اللي لأنثى الحمار. صحيح. يشوف أن هذا تجيبه وتبخره، يعني تخليه على الفحم يبخر، هذا جدا نافع للعفونات وللالتهابات ولتطهير الجو من الجراثيم والميكروبات، جدا نافع ومجرب. يعني بالأخص اللي عنده مشكلة في التهاب الجيوب الأنفي إذا يبخر هذا ويشتم من عنده بسرعة يعني أيام ينشف عند الأنف من كثر ما يكت الأنف من الماء وينزل من الدماغ، المياه تنزل، هذا نافع له. فإذا ممكن هذا إشارة إلى أنه يطهر العين، وممكن لا، نفس المعنى سراج العين. فإذا عليك بالإثمد فإنه سراج العين باعتبار أنه يقوي البصر في هذا الجانب. الأمر الخامس وهو منافع الإثمد، بالأخص منافع الإثمد، قضية أنه يعين على طول السهر. عجيب يعني شلون طول السهر؟ الآن تتجي إلى الرواية التي وردت رواها الصدوق عن الإمام الباقر عليه السلام قال الاكتحال بالإثمد ينبت الأشفار ويحد البصر ويعين على طول السهر. ما شاء الله. الآن أنت تسألني سؤال تقول هل السهر هو جيد للبدن نافع للبدن؟ المعروف غير مفيد. اي المعروف غير مفيد شنو معناته؟ هذا من باب الجبر، اذا الانسان يصير مجبور يسهر حتى لا تضر اثار السهر يقول له عليك استعين بهذا. بعض الاحيان العمل يعني نعم يقتضي. نعم. الان احنا عندما نجي الى عوارض السهر، الى ما شاء الله وقلة النوم في الليل، شوف آلام الرأس تجي لك من قلة النوم في الليل السهر. بعد عدم القدرة على التعليم لأنه يقلل من قوة التفكير يجي لك من السهر. بعد ازدياد الوزن يجي لك من السهر. الاختلال في العين أي ضعف العين كما أشرنا يجي لك من السهر. عدم وجود سرعة العمل في حركات الإنسان يصير بطيء في سرعته، ولهذا الحوادث
بالصياغة تجي لك منين؟ لأنه هذا سهران، فإذا عنده بطء في القيادة، وإذا أنت شوف يسبب مشاكل في هذا الجانب. وبعد عدم وجود سرعة العمل، ضعف مناعة البدن. مناعة البدن إذا ضعفت حتى تجي لك كثير من الأمراض. وبعد الاختلال في التكلم، حتى التكلم ما الإنسان، تكلم الإنسان تقع فيه نوع من الخلة، لا يستطيع أن يكمل جملته لأن وقع نوع من الاختلال، لا يستطيع أن، لأن فكره مشغول ومتعب جدا، لهذا لا يستطيع أن يتمركز على كلامه، يقع في خلة في كلامه. بعد الاحتمال الابتلاء بالسكري يزداد، يعني ممكن هذا اللي دائما عمله سهر بالليل، ممكن احتمال الازدياد قضية أن يتورط في قضية السكر، ممكن يقع في هذا الجانب. صحيح. لأن مناعة البدن تكون ضعيفة في هذه الحالة. يمكن أن يبتلي الإنسان حتى بالسرطان لأن مناعة البدن تكون ضعيفة بكثرة السهر. ضعف الحافظة، يقول لي أنا منين حافظتي ضعفت، لأن هذا عمله كله دائما سهران بالليل، ولذا أنت تشوف الحافظة ماله مالته تقل عنده. صحيح. لهذا انت تشوفه هذا من السهر جاي له. الكآبة والحزن، دائما كئيب وحزن، هذه مجربة شيخ، هاي قضية مجربة، انت تجي لك حزن وكآبة، منين جتني؟ وهذا مرض خطير، لان كآبة والحزن ياتي بامراض كثيرة وكثيرة وكثيرة كثيرة. العمر القصير، يعني غالبا هؤلاء الذين يسهرون في الليل، اعمالهم السهر في الليل، تراهم أعمارهم أقصر من ذلك الذي ينام في الليل، وهذه قضية مجربة، يعني الإنسان يستطيع أن يرجع إلى التقارير الطبية ويرى هذه الأمور. لكن هناك استثناء للسهر، استثناء للسهر إذا كان السهر لعبادة الله تبارك وتعالى، للاتصال بالقدرة، للاتصال بالله تبارك وتعالى، هنا يزداد الإنسان نشاطا. وإن كان سيرة أهل البيت ينامون شيئا من الليل، يعني باعتبار أنهم على طول إذا عدهم سهر أهل البيت عليهم السلام لمدة قليلة، يعني مثلا العشر الأواخر من شهر رمضان أهل البيت ما كانوا ينامون لكثرة تهجدهم وعبادة، هذا في وقت قصير، لكن على الدوام فأهل البيت هم كانوا يأخذون شطر من النوم. لكن نقول إذا كان السهر هو الارتباط بالله، هو الدعاء، هو القرآن الكريم، بل بالعكس نقول أنه يزيد الإنسان قوة ومناعة قوية في مقابل الأمراض. ولهذا للإعانة على السهر، إذا صار مجبور الإنسان يسهر، عليكم بكحل الإثمن. أحسنتم، بارك الله بكم. بالوقت المتبقي لدي سماحة الشيخ أعتقد دقيقتين. نعم. طريقة الاكتحال بالإثمن. طريقة الاكتحال بالإثمن على السرعة. نعم. روى الكليني يكون في الليل قبل النوم. حاول أولا مو بالنهار، في الليل قبل النوم، عن أبي عبد الله عليه السلام: الكحل بالليل ينفع العين وهو بالنهار زينة. الزينة للنساء والعلاج للرجال في الليل. فإذا هذا اللي يعيبك في قضية الكحول، حاول بالنهار لا تخلي الكحول، إنما قبل النوم اكتحل، ثم الصباح إذا صار الصبح اغسله، اغسله، لأن هاي قوة البصر وهذه فيه نفع للإنسان. ثانيا الاكتحال بعدد الفرد، يعني شلون؟ لأن سنة رسول الله كان يكتحل سبعة بعيون اثنيناتهن. مروي عن الكليني في الكافي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى، هاي طريقة الكحل، أربعة باليمنى وثلاثة في اليسرى، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد في طب الأئمة عن الإمام رضى عليه السلام: من نام أصابه ضعف في بصره فليكحل بسبعة مراود عند منامه بالإثمن، سبع مراود. إذا يريد يبدأ باليمين وينتهي باليمين، 1 2 3 4 5 6 7. نعم. وإذا يريد لا أن أربعة في اليمنى، يعني دفعة واحدة أربعة، وثلاثة في اليسرى دفعة واحدة. وهذه هي طريقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في قضية الكحول. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله بكم. سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، شكرا لكم. إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله، بارك الله. نعم أحبائي المشاهدين، لأي أسئلة أو استفسارات أو آراء، نحن في خدمتكم إن شاء الله على الصفحة الموجودة على الفيسبوك باسم خادمكم الرادود والإعلامي حسين الأميري. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم شيخنا، طيب الله فاسكم.